مساء الخير. اوف 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 جينا تنغني الاشعار ونعبي الليل غناني ونحكي بالاوزان اخبار اصل الشعر اللبناني ونحكي بالاوزان اخبار اصل الشعر اللبناني بعد وحده سامي ونحكي بالاوزان اخبار اصل الشعر اللبناني شو هالقصة يا زافين اسمك مش خارج الردت تبقى خبرنا من وين عندك عالمنبر وقفت تبقى خبرنا من وين عندك عالمنبر وقفت ومن أرض المتن الغالي بغني بالصوت العالي لا زافان ولا غيره بيوقف بالشعر قبالي ولا زافان ولا غيره بيوقف بالشعر قبالي شفتي الله قصصك يا جينا عيبي لا لا مش مزبوط يعني هي بعفوية اللحظة بعفوية اللحظة يلا ومن أرض المتن الغالي بغني بالصوت العالي لا زعفان ولا غيره بيوقف بالشعر قبالي لا زعفان ولا غيره بيوقف بالشعر قبالي لا زعفان ولا غيره بيوقف بالشعر قبالي اسمع يا زينة في مجد المنبر جن وفي الكلمة مجبولة وجاي علمكن عالفن والزجالي شهدولي جاي علمكن عالفن والزجالي شهدولي وجاي علمكن عالفن والزجالي شهدولي يا زافين العالج بين لو فكرك تتحداني يا زافين العالج بين لو فكرك تتحداني لما بتخلص العناوين بنتلاقى بموقف تاني ولما بتخلص العناوين بنتلاقى بموقف تاني ولما بتخلص العناوين بنتلاقى بموقف تاني العناوين زهير من طبع ولا بيهرب الزغلول من عطر الحبا بدي رجع الزغلول اصفر والمش قادر يلقى زيني يجرب يهرب احلاله اليونسكو تيمشوا الحال خلوا المنبر ببلادي يخلد عمر الاجيال شروقي معنا وارادي والليل ايضا عكار المحروم كتير فيها قلبين تلاقوا ملاقوا مالو تيسير ان شاء الله بكرة بيلاقوا منعوها عبيته تفوت رفضت ما تضل بقربه قالت لن افضل يموت وما اخسر يلي بحبه بين الشكل وبين الحجم من موطننا نور الدين صفى بروعة جسمه نجم عقد كل المجتمعين عنا دولة قهارة للشعب بتنتف ريشو مازالن بالسيارة في عالم عم بيعيشوا الأمن اللي مفتح لعيون عمارتشو عالأطروحة مسموحة عالتلفزيون وعالمسرح مش مسموحة للمشاركة في برنامج بلا طول سيري 01-48-48-80 zavanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي الخط الساخن لأي شكوى أوف 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 جينا تنغني الأشعار ونعبي الليل غناني ونحكي بالأوزان اخبار أصل الشعر اللبناني وجينا تنغني الأشعار أصل الشعر اللبناني ونحكي بالأوزان اخبار أصل الشعر اللبناني ونحكي بالأوزان اخبار أصل الشعر اللبناني وحدة من ربيع نحكي كل واحد جينا تنغني الأشعار
ونعبي الليل غناني الله ونحكي بالأوزان اخبار بأصل الشعر اللبناني ونحكي بالأوزان اخبار أصل الشعر اللبناني نحكي بالأوزان اخبار أصل الشعر اللبناني نحنا منغني ببيروت ومنضحك ما منبكي حلو زهقتونا بدنا نفوت على الاعلان بهالتكي طيبه يا نسرين نفوت على الاعلان بهالتكي وما زهقناكن وما رح نفوت على الاعلان بهالتكي عيد نسرين بيس نسرين منغني ببيروت شو نحن منغني ببيروت الله منضحك ما منبكي يا عمي زهقتونا بدنا نفوت بلا الاعلان بهالتكي وزهقتونا بدنا نفوت على الاعلان بريك بريك بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01-48-48-80 لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com بلا طول سيري رقم الساخن 71-106-111 لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com مشاهدينا مساء الخير من جديد وهالمرة من دون أوف ومن دون زجل مقدمة أردناها تحية إلى الزجل اللبناني بمناسبة إدراجه على لائحة منظمة اليونسكو للتراث الثقافي والحضارة العالمي المهدد بالزوال لنحكي عن الموضوع أكثر عنا محورين الليلة عنا أول شيء عن الزجل الشاعر الزجل المخضرم عضو نقابة شعراء الزجل في لبنان ونائب رئيس اتحاد الشعراء اللبنانيين الدكتور الياس خليل أهلا وسهلا فيك وبالمحور الثاني عنا أحد الوجوه الشبابية الصاعدة بالزجل اللبناني الشاعر والزميل رامي نعيم كمان بعد شوي منرحب فيه ببدأ معك دكتور خليل أول شيء كيف شفتني بالزجل يعني بقدر أقول فن الزجل بالمعرفة عبى الدني صورة جميلة بروزوها بموطني ومازال يا زفان غنيت الزجل كرمالك بغني زجل بالأرمني هلا مع الأسف رامي منو حد يسعفني ببيت زجل رامي بدنا نرد بدنا نرد هلا ما فينا نسكت على الموضوع وين الميكرو هو الزجل كله فكرته شو ارتجال وعفوية يلا اوف 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 قرب قرب هيك ونحن قلش الجملة عارف اقول اوف 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 عالدكتور بالارمني بغني زجل مني قليل حلو بالأرمني بغني زجل مني قليل وبدك تغني وكون عالمنبر زميل قدم مثل ما قدم الكلمي زفان بغني شعر عصورتك يا الياس خليل حلو دكتور هلا ما بعرف كيف بس احسبهم هاو انا قلتهم انت فيك البركة وأستاذ رامي من أهم الشباب الطالعة بفن الزجل شكراً لك أنا كتير مبسوط بحضورك تسلم. دكتور خليل حضرتك من القلائل اللي جمعت الزجل كفن مع الزجل والشعر كأكاديميا وكعلم هالمزيج يعني معك أخذت الزجل إلى مرحلة جديدة كمان كنت حضرتك ضمن الوفد اللبناني اللي راعى الأونيسكو صحيح بباريس لتعملوا هالإنجاز كتير الكبير للثقافة وللزجل اللبناني وللمجتمع الأدبي اللبناني بشكل عام بقى زقفة كتير كبيرة لك ويعطيكم ألف عافية تسلم.
هيدا انجاز يعني بياخد الزجل اللبناني والتراث الشعبي اللبناني الى مرحلة جديدة فيها اعتراف عالمي لهالزجل العالمي اللي قد يكون اليوم اكتار بيعتقدوا انه مهدد بالزوال لانه بطل على الموضة. خبرنا كيف كانت رحلة باريس، الرحلة الى هذا الانجاز. هالانجاز يعود الفضل فيه لوزارة الثقافة اللي شكلت لجنة برئاسة رئيس الشؤون الثقافية بالوزارة بهاك الوقت الأستاذ حنا العميل، مع مجموعة من الدارسين والدكاترة والباحثين، وحضروا من سنة 2009 أفلام وثائقية ووثائق وحفلات زجل كتيري ومقابلات مع الشعراء، حتى بال 2012 ذهب هالوفد على باريس بدعوة من اليونسكو ضمن مشروع مدليهر التراث الحي للبحر الأبيض المتوسط، وكانت مشتركة مصر والأردن وسوريا. لبنان بوفده قدم نماذج وقدم دراسات أقنعت اللجنة، وخصوصا أنه نقت شاعرين من وجه له تحية، نقيب شعراء الزجل الشاعر جورج أبو أنطون. تحية كتير كبيرة للشاعر جورج أبو أنطون. كنت أنا بمثل رئيس اتحاد الشعر اللبناني يوسف أبو خليل، وقدمنا حفلة زجل بدار الثقافات وحفلة بدار اليونسكو بباريس. نعم. وأنتو كان في ملف بيأكد على أهمية الزجل ودوره، ملف كبير على أهمية الزجل واقتنعوا، لكن كان مطلوب من وزارة الثقافة ضمن الوفد اللي راح على باريس تحضر وتقدم قبل أدار 2013 الملف النهائي والكامل، والحمد لله هالأمر أنجز وأدخل الزجل على التراث العالمي. ما بقول فن على طريق الزوال، لأنه لما الإنسان بتروح روحه بيكون زال كله سوا. نعم، بس هو هذا كان المخطط اللي بلش من التسعين باليونسكو للحفاظ على التراث الشفوي. 2009. نعم، هو بلش من 1990 هالخطة وهالتوجه، لو وصلت على لبنان يعني أخذت كل هيدا الوقت. هو ضمن خطة لحفظ التراث الشفوي الحي أو المهدد بالزوال، والهدف اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمرار هذا الإرث والتراث وانتقاله من جيل إلى جيل، وتأمين كل الدعم لهيدا الشيء. شو الدعم اللي يجب أن ينتظره لبنان من اليونسكو؟ هلأ في مشروع الدكتورة أني تابت كلفت بهالمشروع بدعوة من اليونسكو، أنه 30 مدرسة بلبنان على اتساع الجغرافيا الطائفية والاجتماعية، لأنه هالشعراء الزجل من كل الطوائف ومن كل لبنان يتدرس بالمدارس خلال 4 محاضرات يقدموها أساتذة ضليعين بهالفن، ويجوا شعراء يقدموا نماذج زجلية. رح يكون خطة بتشمل كل المناطق، وبتمويل من اليونسكو لا تعريف ولا كمان ربما رصد مواهب جديدة. صحيح. من الزجل هون بيجي دور وزارة الثقافة ووزارة التربية. وزارة الثقافة حاليا عم تهتم كتير بالزجل، والوزير الحالي الأستاذ روني عرايجي عم بيهتم كتير بهالموضوع. من وجه له تحية كتير كبيرة لمعالي الوزير. خليني أقول بحسب قرار اليونسكو تتجلى في الزجل جمالات لبنان وما فيه من قيم السماح والحوار بين الأديان والفئات اللبنانية والحق في الاختلاف، وهو صمام أمان ذو دور رئيسي في المساعدة على تمكين التماسك الاجتماعي ويسهم في تنصيع الهوية الثقافية اللبنانية. هذا كله وجدته اليونسكو بالزجل اللي هو أمان اليوم كمان بإيديك وبإيدين جيلك لتسلموه لجيل جديد من الزجيلة. هل هنالك جيل جديد من الزجيلة؟ قبل ما أقول لك عن جيل الجديد، بزعل شوي لما بلاقي بلد مثل إيطاليا صار دعينا 3-4 مرات تنغني الزجل،
لما منلاقي جامعة أركنسا بشخص الدكتور عدنان حيدر بتعملنا 4 حفلات، وسنة الماضية راحت جوقة المسرح الشاعر أنطوان سعيدي والشاعر بسام حرب، قدموا بقلب الجامعة زجل، أدهشوا الطلاب. ولما بيطلبونا على دول العالم ومنلاقي بلبنان الإعلام، نشكر المستقبل على الإضاءة على مستقبلنا الزجلي. اليوم في جيل جديد طالع، لكن بنبهه على شغلي، ما في إلبس شروال جدي إلا بتمثيلية، في أحتفظ فيه كتراث. يعني مفروض بالأجيال الجديدة ما تضل تغني الزجل مثل ما تغنى من 100 سنة، لازم نعمل له إطار إعلامي مدرسي جامعي. كيف اليوم عملتوا هيدا نموذج لما يمكن إنه هالفن واحد يقول ردي عن الشمال يجيبه عن اليمين، تفضل انت جاوبني أنا بجاوبك، لا بيقوم شاعر. منخلق حيوية، منخلق حضور. حضرتك فيك ببرنامجك مهما كان الموضوع، اعتبر فيه مثلا عن الزواج والعزوبية، تجيب شعرين يقولوا رتين معنا رتين الرادي رتين موشح عن الموضوع، واحد بده يضل اعزب الثاني بده يتزوج، وشوف شو بتلاقي النتيجة. يعني اذا قدمنا هالفوكي، انا بشبه الزجل بالعسل استاذ زبان، العسل طيب كتير ومهم كتير، والنحل بتتعذب حتى تجمعه، بس اذا بلعنا المرتبان منموت، بدنا ناخده ملعقة أو ملعقة بشهده. خلال تحضيرنا لهالحلقة كان عنا لقاء مع الشاعر كمان الكبير موسى زغيب، أحد أعلام الزجل اللبناني، حول ذكرياته مع الزجل ورأيه إذا الزجل ممكن يكون جزء من القرن 21. سنة 62 بلشت غني، كنت أعمل بالشهر 30 حفلة و 30 مقتم، مطرح ما في حفلة بضايعة حطوا إعلانات عاديين هيك صغار وخبروا بعضهم. اليوم بدك تعملين بالإذاعة وبالتلفزيون وتبعتين الكروتي على البيت وتترجين وتتعبي أصحابك لعنده تقدر تجيبيهم. إجوا شعراء الزجل المهمين، جينا فرد موسم فرد مرة، مثل ما بيجي كل مثل الطيور، كنا نغني ارتجالي والشاعر اللي عم يغني ارتجالي بقى العرق ينزل عنه وراسه معه وكل شو الارتجالي. يعني لها سبب حببنا الناس بالزجل اللبناني، بتثبيت الزجل باليونسكو كتراث عالمي، بلش الدرس بالجامعات ونحن عم نطلع له شباب هلا، ما بقى في خوف هلا. اللقاء الكامل مع الأستاذ موسى زغيب، إضافة إلى مقابلة مع الشاعر جوزيف أبي ظاهر صاحب موسوعة الزجل اللبناني المؤلفة من 6 أجزاء، بحلقة مقبلة من البرنامج، طالما دكتور خليل أعطانا يعني هالوصية بأنه نحمل راية الزجل اللبناني. هنالك اليوم كمان بركة إذا بدك مسؤولية كبيرة أو أمانة كبيرة بإيدين نيابة شعراء الزجل في لبنان. صحيح. وايضا نقابه او اتحاد الشعر اللبناني، شو ممكن يقدموه الاتحاد والنقابه لا تطوير الزجل يعني ولا ادخال الزجل من جديد الى البوب كلتشر اللبنانيه، الى الثقافه الشعبيه العامه؟ اليوم وزاره الثقافه ووزاره التربيه بتنتظر من نقابه شعراء الزجل وهي اللي عم تعمله النقابه واتحاد الشعر اللبناني، تقدم لها افكار وبرامج حتى هالبرامج تتوزع وتتعلم على الطلاب. وفي عمل لازم ينجز، هالعمل يمكن نعمل إنجازات متواضعة فيه. أجمل ما قيل في الزجل وجمعه ضمن كتب يحبون الطلاب بالجامعات والمدارس. بقدر أقول لك أستاذ زفين، أنا معلم 10,000 بنت وشاب زجل؟ أو معلم استاذ فلسفي وأدب. نعم. عربي وعلم نفس وثقافة. نعم. عامة. إذا التقيت بشي تلميذي من تلميذاتي وسألت عن الياس خليل وقالت لك
مش كاتب لي زجل ومسجلته وحافظته من 10 سنين من 30 من 15. كانوا يقولوا لي قبل ما بلش الصف بدنا ما فيك تعلمنا بلا ما نتحداك وتتحداك. نعم شكرا لك دكتور الياس خليل. على كل الأحوال يعني نحن لمسنا تعلق وحب اللبنانيين للزجل من خلال تويتر لأنه مولعة هلأ على تويتر البرنامج وعلى الفيسبوك برنامج لأنه المشاهدين عم يقترحوا علينا مواضيع وعم يمطرونا بالأبيات الزجلية. بركة بآخر الحلقة من رجعة وبنحكيها استراحة ونرى يعني إذا بدكم عنا تجربة كتير حلوة بدنا نقوم فيها توب 10 الأسئلة اللي بيسألوها الناس اللي ما بيعرفوا شيء عن الزجل بعد الاستراحة الإعلانية. وهالتوب 10 رح نعملها مع الزميل والصحافي والشاعر الزجلي مين؟ رامي نعيم. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01-48-48-80 لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com. بلا طول سيري الرقم الساخن 71-106-111 لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com. حتى هيدي بدها معلمية أنا فكرت تعمل لها هيك تمشي معلمية. خاص الزجل تابع بعد مستمرين ببلا طول سيرة مباشرة على هوا على تلفزيون المستقبل. وأيضا فيكن تشاركوا بالبرنامج مع هاشتاج بلا طول زجل على تويتر وكمان إذا بدكن على الفيسبوك. وبعدنا عم نتلقى المواضيع اللي بتحبوا تعملوا فيها زجل أو بيوت زجلية ممكن تستوحوها من هالحلقة ومن الحوار لأنه الليلة أهم شيء عم نختبر إذا الزجل بعده حي بالمجتمع اللبناني أو لا. حابة أذكر أنه بمعرض الاهتمام المستجد بالزجل اللبناني مبارح مركز التراث اللبناني بإدارة الشاعر هنري صغيب من وجه له تحية كتير كبيرة بالجامعة اللبنانية الأمريكية. امبارح تم تنظيم لقاء حول الزجل تحت عنوان الزجل اللبناني هوية وتراث أو هوية تراثية. بهالفقرة برحب بالشاعر الزجلي والزميل في الإعلام الأستاذ رامي نعيم. أهلا وسهلا فيك رامي. شكرا لحضورك. رامي واحد من الوجوه الجديدة الشابة والواعدة بالزجل اللبناني، هو من الأشخاص اللي يعني بيحملوا وعد بإعادة الزجل إلى الساحة بقى يعني هيدي هيك مثل واحد أمانة سلموك أمانة. إن شاء الله نكون على قد الأمانة. أنا واحد من اللي عم بحاولوا إنه يعيدوا الزجل للعصر الذهبي لأنه مرق بفترة شوي بطل فيها بالوهج اللي كان فيها قبل. إن شاء الله بنقدر اليوم بمساعدة أكيد الإعلام لأنه بلا الإعلام اليوم ما فيك تعمل شيء، وهذا السبب من الأسباب أنه عدم استمراريته بالعصر الذهبي هو أكيد خروجه عن التغطيات الإعلامية. إن شاء الله اليوم نقدر نرجع نرده شوي شوي على المسار الصحيح. هل هذا الشيء ممكن؟ يعني قال دكتور خليل شغلة كتير مهمة أنه يجب تغيير المواضيع الزجلية لا يدخل الزجل الحداثي، هل هيدا الشيء ممكن يعني ينعمل هيدا التحول برك اللي انعمل بالأواخر القرن 19؟ هو أصلا لما وصل على عصر الذهبي هو تغير يعني تحول بالمضمون بس ما تحول بالشكل. اليوم مع التطور الكبير اللي عم يصير وما بطل في اليوم شيء محصور صرت مجبور تواكب العصر بتغييرات جذرية. معه حق دكتور خليل، نحن بنتمنى أنه نقدر نعمل تغييرات صغيرة ولكن بدأ على صعيد نقابي، بدأ على صعيد قرارات أكبر من شخص لحاله أو فريق صغير لحاله. أنت كيف بلشت علاقتك بالزجل؟ أنا سابق أنه أنا من ضيعة من حالتي قضاء جزين، الكل فيها بحبوا الزجل ولكن نحن بالضيعة بنحب الزجل كتير وعيش معنا، وحتى من عائلتي في بعض الشعراء وما إلى هنالك اللي إلهم مكانتهم وربيت فيه الموهبة وأنا نميتها وطورتها وصرت تابع الموضوع لحتى وصلت لمحل أنه صرت
بقدر اطلع على الاعلام بالموهبه اللي عندي. هلا رامي في شغله يعني مميزه فيك اللي انت عندك هالموهبه الزجليه اللي عم تثبتها يوم ورا يوم، وبنفس الوقت انت بروديوسر اخبار، يعني انت تصنع نشره اخبار على محطه الام تي في، والبروديوسر الاخبار يعني شخص كل الوقت وايرد، كل الوقت عم بيتابع اخبار، تليفون، لابتوب، كمبيوتر، الجمله القصيره، شخص راسه كتير عملي، عم بلحق على مليون شغله، بينما كزجيل انت يعني لازم تكون الحالم اللي قاعد على التله تحت الصنوبره وعم تحلم بالحريه. كيف قادر تجمع هالاثنين؟ هل بيتعارضوا شي محل؟ هلا الزجل بالاحتراف، لما تحترف الزجل بتصير انت قادر تكتب الزجل بوقت اللي انت بدك. هونيك لما انت تكون عم تعيش الحالة يمكن عم تكتب قصيدة بينك وبين حالك، عم تجسد فيها خيالاتك ومشاعرك وثقافتك، هذا موضوع تاني. ولكن تعارض مع شغلي بالصحافة ما في أبدا تعارض، بالعكس انت بالصحافة بحاجة لللمعة، بحاجة لتكون عندك هي سرعة البديهة يلي موجود كتير عند شاعر الزجل، وأنا عم بتكاملوا مع بعضهم بشغلي. وبتكتب أوقات مثلا عنوان هيك بتحس فيه هيك نفحة من الزجل؟ بجرب قد ما فيه أفصل، لأنه ممكن أو أنه هيك هيدا فيه، لأنه حتى بعناوين الأخبار أو الجمل اللي بتنكتب تحت لازم يكون في لمعة لطلقة المشاهد. مزبوط. بعد الإعلان قبل الإعلان، يعني بتحط شيء من موهبتك. ما في شيء لأ عشان بفصلك كبة كليا الموهبة، أنا عم بشتغل بمهنتي، ولكن بذات الوقت بجرب أفصل قد ما فيه لحتى ما تطلع النشرة. طيب شي مرة قصيدة. أنت يعني هلا عم يفوت بكواليس الام تي في ما كثير بدنا، وشي مره انت هيك بخضم حدث معين مثلا طلع معك بيت زجل وقلت يا ريت في حول النشره لبيت زجل؟ لا اكيد يا ريت، يا ريت في دائما ابعد بعد الزجل قد ما في عن النشره، لانه النشره هي قال جديه، قال تنسيق، قال ترابط افكار، والزجل هو قريب من العفويه. بس ولا مره طب طلع معك هيك بيت زجل بتحب تشاركنا فيه هلا على شي مؤتمر صحفي على شي حدث؟ لحد هلا لا محضوره. شكلها محضوره. طب بدي العب معك لعبه، بدي العب معك لعبة رامي، هي لعبة التوب 10 على طريقة الأخبار السريعة والجمل اللي بتنكتب بالأخبار. أنا عم بتكل يعني عم بلعب هاي اللعبة معك لأنه بعرف أنه بدي هلأ راسك الإخباري ومش راسك الزجيلة. بدنا نعمل توب 10 أسئلة بيسألوها الناس اللي ما بتعرف شيء عن الزجل، واتمنى عليك يعني قد ما تكون هيك موجز وسريع وبسيط يعني. تفضل منبلش. السؤال الأول، شو أصل الزجل ومن وين إجا الزجل على لبنان؟ أصل الزجل في أكثر من رواية، في أكثر من خبرية بتقول، ولكن هو تغنى بالأندلس بالموشحات، ولكن أصله هو مع معمار فرام السرياني بالعراق، يعني هيدي الأكثر خبرية متداول فيها أصل الزجل من العراق. وإجا على لبنان مع انتقل لما انتهجروا المسيحيين السريان من العراق، انتشر بالمناطق اللي هي لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، ولكن بلبنان كان له أكتر. وهالزجل اللي إجا من العراق غير مرتبط بزجل الأندلس أو بالموشحات الأندلسية؟ الموشحات الأندلسية غير شيء. هو الزجل هو ذات الأوزان اللي بالفصحى، هي ذاتها ما بتفرق بين بعضها يعني. هو الزجل يعني شعر بس هو شعر موزون ومقفى يعني، بس ولكن باللغه مثل ما بيقول سعيد عال باللغه اللبنانيه نحن بنغنيه. اوكي. او باللغه الاندلسيه لما كان بالاندلس بالفصحة. يعني بالفصحى بالفصحى. نعم. ما هلا على كل الاحوال قرات انه ما بنعرف كيف كان الزجل بالاندلس لانه ضاع، ما في شيء باقي منه، باقي الموشحات اللي تغنت، بس مش الزجل، الزجل اللي ما بنعرف كيف كان بينقال هنيك. الزجل هو وزن، هو وزن يعني اللي معنا زجل، الرادي زجل، كل الاوزان، الاغاني اللي بتسمعها زجل، كله زجل. زجل. هل الزجل موجود ايضا بالدول العربيه غير لبنان؟ اردن، فلسطين، سوريا، هول اكثر ثلاث بلدان غير لبنان. شو الفرق بين الزجل بهالبلدان والزجل اللهجات؟ تفرق اللهجات، تفرق اللهجه بس بين بلد وبلد، ولكن الاوزان هي ذاتها. طب هل تطور الزجل اللبناني اكثر من الزجل بسوريا او بفلسطين؟ لك نحن كنا مفكرين انه نحن متطورين اكثر بكثير، بس لما سمعنا الزجل السوري تفاجئنا صراحه، متطورين جدا وفي محلات سابقنا من حيث الطريقه المضمون. او من حيث المضمون، يعني حيث المستوى الثقافي، الاطلاع، حتى السكب تبع القصيده في محلات سابقنا بسوريا، هذا رأيي. وفي نجوم زجل بيصير. في نجوم برز بالشباب، نجوم جداد اليوم، في سمير هلال، في شفيق ديب، في حسان بسطاطي، في عصام يوسف، في ستينات سبعينات، في شادي موسى ستينات سبعينات. لا ما كان في سابقا اسامي كبار.
ما كان في اسامي. هو بعتقد انا العصر الذهبي اللي حققه الزجل اللبناني هو قدر يتدخل حداثه الى هو العصر الذهبي للزجل اللي بركب بسوريا وفلسطين والاردن بقوا على المواضيع القديمه، مواضيع اذا بدك الجاهليه لتناول المواضيع. نحن طور الزجل اللبناني مع خليل روكوز، يعني اول ستيب طوره كثير هو خليل روكوز يلي اخذ هالشهره الكبيره، ورجع مشي من بعد خليل روكوز مع الزغلول وموسى وطليع وادوار وبطرس وجريس، ورجع كفى مع انطوان سعاده والياس خليل، وان شاء الله بكفي مع الاسماء الجاي. هدول من اي يعني اي سنوات عم نحكي؟ نحن يعني عم نحكي بال ستينات سبعينات بهالفترات اللي بلش يتطور فيها في زجيله نساء. مرق اسماء قليله بذكر منهم حنينه ظاهر وقضيه خوري، يمكن في بعد اسم او اسمين مش كثير بيمرقوا على بالي، ولكن لانه الزجل شوي كان طابعه مرتبط بالعنتريه وبالرجوله. هلا ما بعرف شو هالصدفه معنا ست قضيه خوري باتصال على الهواء. مساء الخير. بونسوار. كيفك ستنا؟ كيفك الزباين؟ ماشي الحال. انا مشتقت لك. وانا كمان، قالوا لي محضرتي لنا بيت. بس بالاول بدي اقول له بونسوار لرامي حبيبتي. رامي خيي وصديقي. طول عمرك. الو رامي كيفك؟ مشتاق لك انا. ليه؟ مشتاق لك. يعني مرة تغني زجل مش هينة. مظبوط؟ انت كان تحدي ايه بالنسبة لإلك؟ انا وحدي، ما حدا بيتحدى غيري، وعندي ارشيف من المستقبل انا بسنة 93 عاملين حفلات بالمستقبل. يعني مرة تغني زجل مش هينة. كيف كانوا الحفلات كلها مزينة لينة بالبيت وبمربل الاولاد، لكن مع الشعار مني ليلي. اوه باربع رجال كان جو الارتجال، سمعت؟ نعم. باربع رجال كان جو الارتجال، هيدي عوايد مارقه. وعلى كل حال وجدت يخبر التاريخ عن اعظم مره وجدت فيها تحاور الاربع رجال. حلو. شكرا لك ست اوديت. ست اوديت هي من الاشخاص اللي فرضوا عنصر النساء على مجتمع الذكوري بالزجل اللبناني. هل ممكن يعني نشأ بالجيل الجديد اليوم في نساء بيعملوا زجل؟ في تجربتين مرقوا عن جديد معنا بالجيل الجديد، ان شاء الله يكفوا، يعني مبلشين جديد نتمنى انه يكفوا. بس هي اقرب اكثر للشباب لطبيعه المنبر والزجل وطبيعه التعاطي والخطاب على المنبر يلي فيه شويه تحدي. نعم. ما فيك تتعامل مع المراه هيك. هو على فكره فيك تقول او تي في. لا انا مش ضد الاو تي في، بالعكس. انا عم اقول لا انا بس بدي اقول انه كمان مؤخرا يعني انت وعدد كبير من الاشخاص برزوا ببرنامج اوف اوف على اوف اول. بعدين اوف اول برزنا، يعني بعدين. نعم. صار التجاره، يعني كرمال هيك انا ما حبيت صار، بس انه الهدف انه قديش بيطلع مصاري اللي عامل او العادد، او يعني صار كثير تجاري نحن بعدنا عنه. بس بالاوف اول لا كان في نجوم وكان في تحدي. انا فوت نفسي ما بدي افوت فيه بس بلا الموضوع. طيب. وانا بدي اتشكر كمان اللي عم يشتغلوا ليأرشفوا الزجل اللبناني والتراث اللبناني. بدي اتشكر بالاخص معهد فينيكس بالكاستيكا اللي عم يشتغل على جمع كل شيء فيه اشعار بالتراث اللبناني. نعم. ويجمعهم عنده بالجمع. نعم. يقال انه الزجل، هلا السؤال الثالث، يقال انه الزجل يعني بالقرن التاسع عشر قبل ما يدخل الى مرحله جديده وهلا بعد شوي بنحكي فيها، كان يقدم بالمناسبات الاجتماعيه، ارتبط بالزواج بالافراح وبالتعازي. نعم. وين كان مرغوب اكثر الزجل، بالتعازي على الميت او بالزواج على العريس والعروس؟ الزجل كان بكل المناسبات، يعني بالحزن ولا بس وين اللمع، يعني وين الابيات الزجليه الاشهر؟ لا الاشهر بالحزن. بالحزن الاشهر بالحزن، لانه انت بالحزن عم تحكي العاطفه اكثر، فبرز اكثر بالحزن لانه على الميت. على الميت. بالفرح انه دائما بالفرح بيتسجل عاده اقل ما بيتسجل بالحزن. نعم. بينحفظ لك الحزن. في شيء هيك بيت حزن على ميت رساء زجلة؟ في كتير. في هيك شيء. أول شيء في الشاعر حنا موسى، يا ريت هيك بتذكر البيت، بيقول طفل هيك يا ريت. بس أشهر شخص بالزجل بالرساء كان بالجيل اللي سبقنا هو الشاعر حنا موسى. الزجل مرتبط بالجبل تاريخيا، هل في زجيلة أو زجل بالمدن الساحلية اللبنانية على الساحل اللبناني، يعني بيروت، صيدا، سور، طرابلس؟ الزجل ارتبط بالجبل لأنه قلت لك إجا مع الناس اللي سكنوا الجبل، يعني إذا بدك تحكي دولة لبنان الكبير سابقا. نعم. كان الساحل شوي بعيد عن هالموضوع،
هو غير أجواء فنية. يعني ما بدنا نحكي طائفيا، ولكن الزجل تقسم بهديك الفترة، تقسم طائفيا بعدين تغيرت الأمور شوي، برز شوي كيف طائفيا يعني؟ يعني برز الزجل عند المورني والشيعة والدروز، هول الثلاث طوائف بلبنان برز منهم شعراء كتير كبار، وأهم شعراء لبنان كانوا من هول الأسماء. هلا الطائفة السنية الكريمة كانت شوي بعيدة عن الموضوع لأنه كانت مرتبطة أكثر بالساحل. نعم. يعني كان بعيد شوي عن هالأجواء، ما تأثرت. نعم. سؤال رقم 5، طالما الزجل قلت انه هو نوع من انواع الشعر، في موزون وفي يعني يتبع الاوزان الشعر التقليدية العربية الجاهلية، في المعنى والموشح والقرادة، يعني هاو الابرز المعنى والموشح والقرادة والقصيد هيك، اعطيني مثل خمس يعني مردود، وعندك هكتار شو خمس مردود شو مثلا؟ هاي عجبتني مخمس مردود. مخمس مردود، في ناس في مخمس مردود والقلاب يعني بيخلطون ببعضهم. في اذا بتعرف تسمع فيروز، باب البوابه ببين قفول ومفاتيح جداد على البوابه، في عبدين الليل وعنتر بن شداد، هيدا شو؟ هيدا مخمس مردود. خمس مردود والمعنى؟ المعنى هلا قلت لك قبل شوي، هلا ياس خليل. على سكر فيروز والصباح ووديع الصافي والاخوان الرحباني، هن ساهموا بادخال الزجل الى السقف الشعبيه اللبنانيه. من اسباب نجاحهم ادخال الزجل، يعني بدك تعكسها شوي، من اسباب نجاحهم او انه ادخلوا لا هن ادخلوا الزجل لانه الزجل عطى بلس، عطى شيء اضافي لمسرحياتهم ولاغانيهم، وعطى قيمه مضافه. نعم. كبيره. يعني اذا بتلاحظ كل مسرحياتهم اللي حافظوا من مسرحياتهم هو ابيات زجليه لمعه رائعه. ذكرنا بشي بيت. بذكرك ببيت انا بحب هيدا، بيقولوا له top of the mind هيك اول شي بيجي على بيقول انا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلية وكل ساحة. حلو. سيفي بيدبح القعدة بحده مثل ما سيفي بيمسح القعدة بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. طب في واحدة أنا كتير بحبها، إذا أنتوا خشب حور نحن للخشب منشار، هيدا شو تعتبر؟ شي زجلية أو بيت شعر عادي؟ لا انا ليك الشيط عادي. هيدا مش شلت لي سطر من نص قصيده. ما بعرفها الا هيدا، بس حلوه هي. ما مش انه هيدا بالتحدي الزجل. طيب السؤال رقم 6، من نقل الزجل الى القرن العشرين؟ يعني اول اسم واهم اسم. بلش الزجل بلبنان كمنبر زجلي، هو قبل مع رشيد النخلي، بس بلش كمنبر زجلي مع شحرور الوادي. مؤسس المنبر الزجلي بلبنان هو شحرور الوادي ببدادون، كان معه علي الحاج. نعم. وكان معه علي الحاج، وكان معه طانيوس هو اللي هو طانيوس عبده، وكان معه كثير اسماء يعني وقتها. وهو بيقرب صباح عمل صباح لانه رجع صار ينحكى بالاسم وينذكر الاسم من خلال هو عمل صباح، مشان هيك اخذت بيقولوا له الشحروره لانه هو شحرور الوادي. هو شو عمل بالضبط؟ هو عمل المنبر يعني الزجلي، اسس المنبر، صار في قواعد، صار في رولز بيمشي عليها الشاعر، يعني صار في افتتاحيات، صار في معنى، صار في قصيد، صار في قرادة، صار في موشح، صار في ناس تفتح، صار في ناس تختم. هو بخصوص اللغه، كيف اشتغل على اللغه؟ نقل لا اشتغلوا هو اللغه، لغه لبنان، اللغه اللبنانيه البيضاء. كان قبل ينقال زجل بلبنان باللغة النحوية؟ كان ينقال مش زجل، كان ينقال قصيد إذا باللغة الفصحى. لا بالزجل، على طريقة الزجل كان ينقال. أكيد كان ينقال زمان في زجل، من أيام كتير زمان. لا بس بلبنان يعني بنعرف نحكي بلبنان عنا شي تراث أو في رشيد نخلي كاتب نشيد كاتب الكلمات النشيد الوطني. نعم. سؤال رقم 7، عرف الزجل اللبناني عصره الذهبي بالستينات والسبعينات بفضل التلفزيون، يعني أكتر آلة حداثة أو مزلو. جهاز حداثي بالستينات والسبعينات هو اللي أدخل الزجل إلى الوجدان الشعبي اللبناني وجعله جزء من هوية وتراث لبنان. هل صحيح أنه زغلول الدمور كان أول من غنى الزجل على لبنان وكان على تلفزيون اللبناني وكان ممنوع حدا تاني يقول زجل؟ مش ممنوع، كان الزغلول ومش بس الزغلول وموسى زغيب كان في اتفاقيه بينهم وبين التلفزيون على انه ممنوع يتغنى الزجل على التلفزيون الا من خلالهم. يعني هن كانوا محتكرين هذا الشيء، ما اثر على انه شوي ضربت هويه الزجل يعني شوي. قد ايه كان في صناعه، في مواهب في صناعه وصلت. يعني في صناعه بس مواهب ما قدرت وصلت زفان لانه ما حازت على رضا موسى صغيب او زغلول الدمور، وهذا جريمه كانت بحق الزجل. هلا بعدين صححها موسى ببرنامج جديد عملها وجرب يطلع جيل جديد، تصحيح لخطا عمره سنين يعني.
لازم نعمل حلقة بهذا الموضوع. حاسس في هيك في لا حقيقة حقايق وقايق. رقم 8، أشهر ما في الزجل الارتجال والمباريات الزجلية بين الفرق، هل هو فعلا يعني الشيء اللي بنسمعه مرتجل أو بيكون في تحضير؟ وين بيكون التحضير؟ بعد ما نسمعه مرتجل، والمرتجل هو عادة بيكون ردات قصيرة. الحفلات الزجلية منا مرتجل وتحبز، يعني الأفضل أنه ما تكون مرتجل، لأنه الناس جاية تسمع شيء حلو، شيء محضر منسق. كذبة مش يعني قصة لا الارتجال. مش كذبة، هو كان ارتجال، هو بلش ارتجال، ولكن ما كانت الحفلة الزجلية ردت من تسطر والقصيدة 40 سطر والافتتاحية 100 سطر، إنه ما كانت هيك، ما حدا فيه ارتجال هيك، هذه كذبة على العالم إذا بيقدروا يخبروها ارتجال كذب. طب هي شو التكنيك؟ في يعني في الافتتاحية، افتتاحية إذا عم تحكي مباراة، نعم إذا جوقة بيفتتح رئيس الجوقة وبيغنوا معنا افتتاحية مباراة، بصير في افتتاحية بيعرفوا افتتاحية، لا ما بيكون الشاعر الثاني بيعرف افتتاحية الشاعر اللي ضده. اوكي الافتتاحيه اذا المفاجاه او هي اهم شيء بتبقى افتتاحيتهم مفاجاه. المعنى بيكونوا متفقين على المعنى على الموضوع، اذا عم يحكوا مثلا عن الليل والنهار بيكون قايل له باخر رد انه انا بدي اقول لك انه انت اسود مثل الليل، فبيعطي اخر جمله الثاني بحضر حاله ليقول له انا ابيض مثل انت ابيض مثل بيكون بقلبك ما في شيء ابيض مثل اسم النهار. اذا يعني بدنا نقول اذا البيت اربع اسطر بيكون قايل له بس اخر، بيكون قايل له الفكره تبعيه الرد قفله الرد. سؤال رقم 9 كان عن النساء، احكينا عن النساء. الشغلة هاي كتير مهمة، انه هل مزبوط انه الزجل ممنوع او ما فيك تعيده مرة تانية بحفلة؟ يعني الزجل شيء بتعمله مرة وبس. مزبوط، هيدا بننظلم للشاعر كمان، لانه بتلاحظ انه الشعراء المطرب بيغني غنية بيبرم فيها العالم، وبعد 20 سنة بيرجع يغنيها وبصير بالنسبة له هي شعاره بالحياة. في احدى اكتر من فنانة رصيدهم 3-4 اغاني بكل حياتهم، ولكن الشاعر جريمة إذا بعيد ردة أو قصيدة. تعرف كيف بيكون الجمهور عم يتفاعل ضد هالشيء وبيرفض هذا الشيء، بيعتبر أنه لا أنت شاعر لازم دايما تكون شيء جديد ومحضر شيء جديد، ما فيك تعيب وشغل. عيب تقول القصيدة عيب مش بس أنه هاي الفكرة أنه هيك مثل ما بعرف، يعني ما بعرف شو بدي شبهها، لا نقول شيء غلط، بس أنه هيدي القصيدة بتقولها مرة على المنبر مرة، شو هالتحدي. نعم في شعراء عندهم 100 حفلة، يعني 100 شيء جديد. يمكن هيدا سبب من الأسباب الشعر الزجل شيء عظيم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية رامي. أنا يعني بشكرك على كل هالمعلومات اللي عطيتنا إياها. مثل ما قلت أنا بدنا نضلنا عم نكفي بهذا الموضوع. إذا هلا عبالكم تسمعوا لكم هيك شيء موال زجلي أو شيء زجل، فيكم تفوتوا على اليوتيوب في قناة كتير هيك غنية لبنيز زجل. مزبوط إنه هيدا للأستاذ هاشم حيدر؟ لا هو أحد الأشخاص اللي داعمين لها، هو احد الاشخاص اللي مهتمين. اذا عبالكم تسمعوا زجل بنشجعكم تفوتوا على اليوتيوب لبني زجل. استراحه وبنرجع بعد الفاصل. جمعيه مارش المناهضه للرقابه تجرب الامن العام بتجربه غير اجتماعيه. اعتلى اهم المسارح، انتهى متشردا مع عائلته في سياره قديمه. كيف دارت الأيام بركان عباس؟ بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01-48-48-80. الليلة في بلا طول سيري، جمعية مارش المناهضة للرقابة تجرب الأمن العام بتجربة غير اجتماعية. هيدا الشيء ببرهن على اللامنطقية تبع الرقابة وتبع قانون الرقابة. حاولت الانتحار 3 مرات والسبب الحب الممنوع. انه بدي اقتل حلو الظلمة، بدي موت انا وياك، اني انا موت وانت تضلك عايش او انت تموتي وانا ضل عايش. لا قصة حب كادت ان تنتهي على طريقة روميو وجولييت لولا تدخل فريق البرنامج. اسم جديد في سلسلة مميزون 2014، نور الدين الكعكي الثاني عالميا بمسابقة دولية في كمال الأجسام. ما هي العلاقة بين الحجم والشكل؟ وهل من طريقة صحية لبلوغ هذا الجسد؟ والليلة أيضا اعتلى أهم المسارح في لبنان والعالم وصادق أهم النجوم. نهاية فنان التزم الدبكة. أنا برمت العالم مع أحد الفرق الكبيرة الفنية، برمت العالم. كل هذه المواضيع وأكثر الليلة على طاولة زفان مباشرة على الهواء. للمشاركة في برنامج بلا طول سيري 01-48-48-80 zavanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي.
الخط الساخن لأي شكوى أو مشكلة 71-106-111. هيدي عناوين الحلقة عن جديد ومن دون زجل. بما أنه الزجل والدبكة مرتبطين ببلش مباشرة مع قضية ركان عباس. ركان عباس نجم من نجوم الدبكة اللبنانية بالتسعينات، رأس على أهم المسارح بالعالم وإلى جانب أبرز نجوم الأغنية اللبنانية. قصة ركان هي قصة رجل كان ضحية التزامه الدبكة اللبنانية. أنا فنان، أنا من عمري، أنا عمري 58 سنة، يعني 40 سنة أو أكثر أنا برقص دبكة وبعلم دبكة وبصمم دبكة. هذا أنا كنا هيدا أيام مع صباح هيك قصص، يعني رقصت مع صباح فترات فترة بالشام. نعم، هذا أستاذ عاصي حلامي، هذا أستاذ ملحم زين، هذا أستاذ قيصار كاراكلا اعتدال حيدر، هذا أستاذ يوسف عزار، هذا أستاذ مارسيل خليفة، هذه الست هدى حداد. أنا برمت العالم مع أحد الفرق الكبيرة الفنية، برمت العالم كل حفلة يطلع نشيد الوطن اللبناني بأمريكا بفرنسا بواشنطن بالصين بالإمارات، أشعر بدني أنا بأحد الدول هو نشيدنا عم يدق وأنا هلا شوفت عيني. هذا أنا بالشارع هو وعائلته، هيدا نهاية فنان التزم الدبكة والرقص كل حياته، هيدا نهاية قصة ركان عباس ابن المسرح والاستعراض اللبناني، ولكن انتهى في الزمن بالشارع بالسيارة، هو وعائلته المؤلفة من 3 أولاد بنتين وصبي. هلا حاليا عايشين بالسيارة، بننام بالسيارة، ناكل بالسيارة، جانا وروز بيناموا هون على المقعد هذا. كل الليل بيصيروا ينوعصوا بعضهم، هادي بعديد وهادي قيمة، بقول لهم يا بابا نحن مش نايمين على التخت، كنا بدنا نطول بالنا شوي كم يوم الله حتى الله يفرج علينا. سلام بتنام هون بتعبط حماد وبتنام هي وياه على الكرسي، وانا هون ورا الدركسيون. كل يوم من في مشنجين مناملين مخضرين جسمنا مخضرة لأنه ما فيك تحكي بهيك. هادي بنتي ما بتعرف ليش بابا نحن هون؟ ليش واقفين هون؟ ليش ما بنروح على البيت؟ شو بدي اقول لهم؟ قصة ركان بدأت منذ 15 سنة، منذ أن ائتمنوا لوسيان بحمد على أرض بيملكها مناصفة مع نجيب نصيف بمنطقة برمانة، وسلموا مهام حماية هالأرض وحراستها، فسكن فيها ركان هو وعائلته. ومرت الأيام وسافر لوسيان صاحب الأرض الأول إلى أستراليا، وإذ يتفاجأ ركان بدعوى قضائية ضده من قبل المالك الثاني بتدعي فيها لمغادرة الأرض. رجعوا رفع علي دعوة بالأمور المستعجلة، ردوا له الدعوة كونك لا تملك 3/4 العقار بالقوانين، وحاطين له مواد بالمادة كذا والمادة كذا، أنت ما بتملك العقار كله، ما بحق لك بهيك دعوة إلا بموافقة جميع المالكين حتى تخليه. وردت له الدعوة رد الدعوة برمتي، استأنف علي وهون بالاستئناف ما بعرف شو صار، ما شفنا غير إخلاق. قبل أول امبارح اجونا مثل قضى المستعجل، قاعدين عم نتغدى اجنا غير هالدرك برا وهيئة المحكمة، يلا لبرا فلوا لبرا يلا اطلعوا لبرا. المفاوضات لم تنجح وانتهى الأمر بوضع الشمع الأحمر على أبواب البيت. بالسيارة أغطية قليلة وشوية أكل، وبصندوقة ذكريات وصور من الزمن الجميل، أما على سقفة فشوية تياب ما قادرين يلبسوها. سلام أمن قليلة الكلام لأنه الحسرة بقلبها كبيرة وخوفة على أولادها أكبر. شو بدها عم تعبانين مكسري؟ جبت معك تياب؟ شوي بس لأولادي. بعد ما غيرت تيابك ما عم تقدروا تتحمموا؟ ما في، لا ما في ولا مشي. أولادي لك كيف حالتهم؟ بدي غير لهم ما بقدر. كيف عم بتغير حفاضات لأبنك؟ السيارة. وين عم تفوتوا على التواليت؟ بالطبيب. يايا بعد ما تحممتوا من وقت ما فليتوا شو عم تاكلوا؟ جبنة بيكون مرتديلا.
طالون ما عم بيسألوك الأولاد، ما عم بيعصبوا. بلا شو شو بدنا نعمل؟ بلا شو بدنا نعمل؟ الله بيفرجها. طلع فيهم وبيبكي عليهم. ليه عم انظرهم على المتضايقين؟ وهي بتقلي انا موجوعه، وهي ضهري عم يوجعني، وهي ايدي عم توجعني، وهي دينتي عم توجعني، ما عم بقدر. توجهنا مع عائله ركان الى بيتهم السابق قبل التشرد. بقايا اكل، فنجين شاي، ولعب ركض علي ابنه حمد وكانه صار له سنين محروم منا. هذا بيتي انا هون، يعني بقعد فيه انا واولادي يعني. هون احنا كمان شمعين وشمع الاحمر. اساس ما فينا نفوت عليه، وغراضنا كلها جوا بعدها. ببراءة وقف حمد ابن السنتين على باب البيت، عم بدق، عم بيصرخ، ناطر يفوت، بركي بتخلص هالأزمة أو هالكابوس. البنت الكبيرة بصمت رجعت تفقد تغراضة وكلبتها وبيت احتضنها منذ لحظة ولادتها قبل ما تصير متشردة داخل سيارة. من حلم النجومية والشهرة، من مدرب رقص إلى متشرد هو وعائلته، هيدا نهاية قصة ركان الفنان يلي التزم الدبكة. هيك الدنيا صارت معنا. كنا متوقعين إنه يوما ما أنا أصبح شيء هيك، يعني أنا هلا بعتبر حالي فنان مكتوم القيد أو مكتوم القيد. يعني أنا فنان من 40 سنة، هلا بيسلموا علي على شبه، هذا بشبهني لفلان، مرحبا أستاذ فكرني فلان. الناس بزعل إنه ما يقولوا لي مرحبا أستاذ ركان. مرحبا أستاذ ركان. مرحبا أستاذ ركان إذا كان عم يحضرنا. هالتقرير هو صرخة برسم المسؤولين ورسم كل مين بهمهم المحافظة على كرامة الفنان اللبناني الملتزم بفنه، واللي لا بيعرف التجارة ولا بيعرف المحسوبية ولا بيعرف التزلف والتبعية. منتابع قصة ركان وشو رح يصير معه من بعد هالتقرير الأسبوع المقبل. هلأ أيضا فن وفنانين وإبداع وحرية، ولكن من باب الرقابة. جمعية مارتش أعلنت بمؤتمر صحافي الأسبوع الماضي عن تجربة مبتكرة قامت فيها مع الأمن العام بإطار حملتها ضد مختلف أشكال الرقابة الفكرية. لنحكي عن هالتجربة غير الاجتماعية بسنة استقبل العضو المؤسس بالجمعية الأستاذة ليا بارودة. أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك. أستاذة أنتوا عملتوا شيء ما بعرف إذا بدي أسميه تجربة، ضرب، خطوة يعني تجريبية لتفهموا كيف بيشتغل عقل الرقيب بلبنان وكيف قائم الفن والانترتينمنت بشكل عام والفكر اللبناني. خبرينا شو عملتوا. نحن جزء من معركتنا لتغيير قانون الرقابة وممارستها للرقابة قدمنا نصوص مسرحية منسوخين من برامج تلفزيونية، من مقالات موجودين على الانترنت، على التلفزيون، بالصحافة، ونسخناهم مثل ما هن بس بطريقة سكريبت أو سيناريو مسرحية، وقدمناهم للرقابة تنشوف إذا هيدا نفس المضمون يلي هو مسموح بغير محلات، هل رح ينمنع ولا رح ينسمح بالمسرح. بعد شهر ونص من النطرة ومن الأخذ والعطاء ومن التليفونات دعونا على المكتب تيبلغونا انه هول المسرحيات ما قطعوا، وما قطعوا بكاملهم، مرفوضين. مرفوضين. فنحن كوننا لأنه مثل ما عم نشوف العميد جوزيف عبيد بيقول، رئيس المكتب الإعلامي بالأمن العام، بيقول انه ما تم منع النص، وإنما قال انه طلب منكم إجراء بعض التعديلات على المسرحية. يلي صار، ومشان هيك أنا ما بدي فوت بالقيل وقال، لأنه هيدا الشيء ما بيسيء كمان بمؤسسة مثل مؤسسة الأمن العام، بس يلي صار أنه نحن إجينا من قبل العقيد الرامي يلي هو داعينا على مكتب الرقابة رفضا ومنعا كاملا للمسرحية. شو كانت حاطين عنوانها؟ زعماء الحرب الأهلية. انتوا فايتين انه على انه بعنوان هيدا كان ماخوذ نسخا من بروجرام CNN
واحدة من الابيزودز تبع شي ان ان يلي بيحكي عن هيدا الموضوع بطريقة مهضومة شوي، مش بطريقة ولا استفزازية. انتوا اخذتوا يعني حلقة من شي ان ان على الجديد عملتوها مسرحية انه في ممثل على المسرح وعم يحكوا مع بعض؟ مزبوط، وعم بيحكوا نفس الحديث يلي مظلوم سكريبتد، يعني اخذتوا كلمة كلمة 100%. هيدا جزء من المسرحية، غير مسرحيات بيحكوا عن مثلا مقالات كتبتها جمانة حداد بتحكي عن حقوق المرأة، مقالات كتبينا غير في غير شيء من التلفزيون اخذتوه؟ لهول الأربعة اللي قدمناهم كان بس الابيزودز تبع شي ان ان يلي هن منعوا، فنحن فتنا بالحديث ونحن قلنا له، قلتوا لهم بعد ما صار بعد قالكم ممنوعة؟ ايه فتنا نحن بكل صراحة، لأن نحن جايين كمان نتحاور مع الأمن العام. نعم. يعني مش مشكلتنا مع الأمن العام حد ذاته، بقى قلنا له طب هيدا الشيء الغير منطقي، انه طب هيدا الكونتنت موجود بغير محل. هو قالنا انا بحترم وبعرف هيدا الشيء، بس انا اخر تدق القانون. كان بيعرف او لا؟ ما كان بيعرف، القانون بيسمح لي انه انا امنع وهيدا الشيء مزبوط، فانا بقناعاتي انه لازم امنع هيدا الشيء. طب بس قلتوا له كان بفتكر ما بده يتراجع عن قراره. لا بس انه هيك حسيته مثلا انه تفاجأ. هو بفتكر المشكله بمكتب الرقابه بالامن العام هي مش مثل ما بتدعي انه هي حريصه على المجتمع وعلى حمايه المجتمع، لانه لو كان هذا الموضوع هيدي الرقابه منا عم تعمل شغله. بفتكر هي لرعايه السياسيين ورجال الدين بهيدا البلد. نعم. بفتكر انتوا هيدا يعني انتوا هيدا اللي حبيتوا تثبتوه من خلال هيدي التجربه. مزبوط. او حبيتوا تثبتوا انه بدكم تعملوا رقابه على المسرح لازم هي ذاتها تكون على التلفزيون؟ لا نحن لانه هي ما يعني هي شو الفرق الرقابه على المسرح والسينما سابقه، يعني قبل العمل. مزبوط. بيمروا على الامن العام، بينما على التلفزيون لاحقه من بعد ما تمروا الحلقه، واذا حدا تشكى او حدا انتبه او اللي هي بيصير في اخذ وعطى بالموضوع. مزبوط، وما حدا تشكى عشان نعم. هل يعني بالنسبه لكم هيدا انجاز بالنسبه لكثير من اللي بيشتغلوا بالاعلام المرئي والمسموع انه تكون الرقابه لاحقه، هل انتم يعني بدكم هيدا ذاتها تتطبق على المسرح او بدكم معايير واضحه لكيف تعمل الرقابه في لبنان؟ نحن بدنا الغاء الرقابه المسبقه على كل شيء خاصه بالفن والثقافه، مثل ما موجود على كم قصص على التلفزيون، لانه الفلومه على التلفزيون كمان بتخضع على الرقابه المسبقه، والفيديو كليبس بيخضعوا للرقابه المسبقه، بس نحن بدنا هيدا الشيء يتطبق على جميع الوان الفن، على الفن والثقافه للراشدين. الفكره هي وهي هيدا هي اللامنطقيه، وهيدا هي بفتكر المشكله بهيدا البلد، انه من ميله بنمنع الفن وعلى المسرح بنعمل رقابه، بس اخر تدق على التلفزيونات بنص النهار في مشاهد عنف ما في شخص راشد يستوعبها قدام الاولاد. عنف وجنس وسياسه كله هيدا، يعني ثقافه العنف موجوده وعادي، بس اذا حكيت عن الدين او عن السياسه لا ممنوع. طب نحن مش مع الغاء الرقابه على الاخر، نحن مع الغاء الرقابه عند الراشدين. الاولاد الغير راشدين لازم ينحموا من كل او انتم مع التنظيم، يعني تنعرف شو المعايير شو الاسس 100%. كيف يشتغل شفافيه، يعني هلا مثلا انتم عندكم اي ورقه او اي شيء بدل انه تم منع هالمسرحيه؟ هيدي المشكله الثانيه، لانه نحن لما منعت مسرحيتنا طلبنا ورقه رسميه بتقول انه هالمسرحيه منعت، رفض هيدا الشيء، قالوا لنا نحن ما بنقدم اي ورقه للرفض. ويلي صار من بعد ذلك يلي العميد عبيد اجا ونفى. انتم معكم اي شيء مستند تقولوا لا انه لا ما عندنا شيء من مستند، بس نحن فينا نقول اذا بدنا نقدم طعن بمجلس الشورى الدولي فينا نقول انه شهرين من عدم جواب رسمي يعني انتم ناويين تفوتوا بالمعركه على الاخر؟ بدنا نفوت. انا بحب اعرف شو راي الامن العام بهذا الموضوع، وايضا شو راي صناع شي ان ان بهالشيء اللي صار. بركي بالاسبوع المقبل بنتابع هذا الشيء بهالوقت. نعم لحريه التعبير، هيدي مجله بتصدروها. نعم هي بتفرجي هيدي مجالي بنصدرها لا كل ست شهور. هي الكفر بتقول نعم لحريه التعبير الا ما عندها تتعرض للدوله والله والدين والمسيح ورئيس الجمهوريه والاخلاق الحسنه والكنيسه. بس 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 استراحه ونرجع. شكرا لك. بعد
بعد الفاصل، حاولت الانتحار ثلاث مرات والسبب قصة غرام ممنوعة بسبب البطالة. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01-48-48-80. بلا طول سيري رقم الساخن 71-106-111. لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com. إذا الرقم الساخن هو 71-106-111، احفظوا هذا الرقم كتير منيح، 71-106-111. فريق البرنامج بيستقبل اتصالاتكم 24 ساعة على 24، وإذا ما ردينا عليكم دغري نظرا لكثافة الاتصالات أو إذا كان الوقت مأخر منرجع منتصل فيكم مباشرة بأقرب وقت. من الاتصالات اللي وردتنا اتصال من جواهر عبيد 22 سنة اللي حبت تشاركنا بقصتها وقضية، وهي قصة حب بدل ما تنتهي بالزواج انتهت بثلاث محاولات انتحار. كل الأبواب مسكرة بوجه جواهر عبيد، يأس وأحباط وحياة فارغة، لا شغلة ولا مشغلة على قولة المثل. وضع النفس المأزوم دفع بهالفتاة البالغة من العمر 22 سنة لمحاولة الانتحار ثلاث مرات. لا عندي وظيفة وإخواتي توفوا وأهلي قدامي بي مريض وما في يشتغل، وأنا بحب إنسان وخسرته، إنه كتير الوضع ما بينحمل. أول مرة شبت صم، تاني محاولة صارت لما كنت بالمستشفى، أنا دق له ما يرد علي، جيت لهون على البيت صاروا أهلي يعني غضبوا غضب يعني ما بتفسر، إنه تصوري أنت قاعدة بالبيت أهلك ما بيحكوك، أخواتك ما بيحكوك، ما فيك تطلعي إلا محصورة بهي الغرفة. جبت طبعا بيقولوا تبع الشنع هذا الحبل طبعا بيقولوا له، علقته برا على البرندة. لما لحقتني أمي لا بقى فيها تحملني ولا بقى فيها تعيط، انه تصرخ حدا يجي لعندي، صرت ملبكة. لما بي سمع الصريخ، وكان بي هون عم يحضر تي في، طلع لبرا جايب سكين وقص الحبل، لانه لا ما بقى فيني يفكوا الحبل مني، نزلوني ما عدتوا بعيد عدني، ما عدتوا بعيد حليوين. ثالث مرة حاولت فيها انتحر أنا وركان، أنا وخطيبي، ونحن رجعين على الأستراد، مشيت أنا وياه على الكورنيش على البحر، قعدت عم فكر أنا إنه أنا عم ببكي وهو عم يبكي، إنه أنا الحياة مسكرة بوجهي وبوجهك، إنه لا حياة، إنه أنا شاب عمري 31 سنة، أنت بنت عمرك 22 سنة، لا بقيتنا وظيفة ولا عنا بيت ولا عنا شيء نملكه، إنه خلص الدنيا وقفت هون، ما بقى في امل قدامنا. كفينا ماشيين، بيمسك ايدي وبيجرني على الاستراد، انه بدي يقتل حاله الظلمه، بدي موت انا وياك، اني انا اموت وانت تضلك عايشه، او انت تموتي وانا ضل عايش، لا نموت اثنيننا سوا. جواهر بتعيش يومياتها بيأس وفراغ ببلدتها عين التينة بسير الضنية بشمال لبنان. فقر، ما عندك أخوة شباب، عندك أمك كبيرة بالعمر محروقة قلبها على ثلاث شباب، بيي نفس الشيء مريض بالأرض ما في يشتغل، ما عندك مين يصرف عليك، علم تركته، لا عندي وظيفة لا عندي مدرسة لا عندي مسؤولية، ما عندي شيء بالحياة إلا أني فيه وقعد وأكل وأشرب وأحضر أرجع أحط راسي ونام. ركان هو حب حياتها، حبته وحبها وخطبها من أهلها، بيها كان معارض من الأساس لأنه الشاب مش مؤسس حاله وما عنده بيت، أمهله 9 أشهر لشراء منزل وإيجاد وظيفة، انتهت المهلة وفشل ركان بالامتحان فمنع من رؤية جواهر ودخول بيتها من جديد.
هو ما بيقدر يجي لعنا، هو بيتمنى يجي لعنا بس سبب اهلي ما بيسمحوا له. ما بدي اي امن مثل لو ما في. طيب يعني جيبي لي حل. انا بدي خليها عندي، بدي ستره، ولكن بشي معقول. لا وظيفه ولا بيت ولا رزق ولا شيء. قال لي يا بابا انت معلش يعني انا بريدك انك تغني بس، ولكن بدي حياتك تكون نت صغيره يعني. انا ما عندي من ابدا، ماني ضدك انا. وانا راضي عن الشاب، الشاب حبيته انا اكثر ما هي بتحبه. بس بنتي لمين بدي تصلها بالشارع؟ ما لها خي يلمها ولا لها حدا يدور عليها. يمكن هالزلمه ينتحر هو قبل منها ويسيبها، انا ما بقى فيني رد على بيتها. هيدي كانت قصة جواهر، جربت تنتحر ثلاث مرات وعم بتفكر بالرابعة إذا ما تم النصيب وتزوجت حب حياتها. إذا قصة بخسر خطيبة بفكر، مو بس إنه انتحر أرجع عيش. لا برحب بجواهر عبيد وركان الحاج علي. مساء الخير. مساء الخير. عن جد ترجع بتفكري بالانتحار؟ بس إيه؟ يعني ما عم بيك عم يحكي كتير بمنطق وكتير بحب وكتير مبين انه ما بتتفهمي باللي عم بيقوله. لا بالعكس، انا متفهمه وضعه لبيي، بس انا وضعي انا ما عم بقدر اتفهم. ده هو شو؟ انه لما تتعلق بانسان وتكون انت وياه وتحبه وبيحبك وبالنهايه تطلع ولا شيء، يعني ما تقدر تامن المستقبل لا انت ولا هو. لا انت بتقدر تساعده ولا هو بيقدر يساعدك. واهلي نفس الشيء بيقول لك انه بنت ما بدنا نكبها بالشارع. طيب انت ليه ولا مره كانت عم تزبط معك؟ ما بعرف، يمكن هيك الله بده. بتعتقدي انه انت هيك جواتك في شيء عم بيقول انه ما لازم تزبط، بس هيدا هيك شيء عم تفش خلقك فيه؟ لا انا انت لما تكوني قادمه يعني على الانتحار بتكوني مصممه. مصممه هلا الحمد لله ما عم تزبط يعني. ما عم تزبط اول مره، بس انه مجرد ما تزبط لازم يكون بالنسبه لك لك اشاره انه خلص ما بقى لازم تجرب. طب انه اشاره بس، ولكن ما عم بتلاقي باب مفتوح قدامك كرمال انه تتامل بواحد بالمئة بالحياه. الانسان اللي بتحبه رح تخسره. انتوا اخر مره جربتوا تنتحروا سوا كنتوا ببيروت. جيتوا على بيروت عم بتفتشوا على وظيفه وجيتوا عند نواب ومسؤولين ودقيتوا بواب وما حدا استجاب. كله تسكر. كله تسكر. كيف صارت ركان؟ يو نو زافين حامل حالي ونزل انا وياها ندبر على الشغل. مسكر البواب مسكره بالوش، ولكن شو بتعمل؟ عملت حالي ونزلت عند النائب بلا اسمي هلا حسب ما الفلاني نزلنا انه كله نفس الشيء. اخر شيء بيطلع انه كله نفس الشيء. لا لحظه استاذ زافين، في بعض لما تنزل تفوت لعندهم بيقولوا لك انه لازم يكون وراك وصل لحتى تقدر توصل لهيدا النائب. طب انا لو وراي وصل اني اقدر اوصل له كنت بوصل دغري مباشره على شغل. بدك واسطه لتحصلي على الواسطه. بدك واسطه لتحصل على الواسطه. ركان وجواهر قاعدين هون، ولكن من بعد يعني مبادرة قام فيها فريق البرنامج خلال تصوير التقرير فوق، وإلا ما كنتوا رح تشوفون قاعدين سوا بالاستوديو. فريق البرنامج أخذ مبادرة لمحاولة معالجة الوضع خلال وجوده فوق عن جواهر. خلينا نشوف قصة جواهر وركان. تابع، هل رح نقدر نلاقي حل ونرجع نلم الشمل من جديد؟ هل رح نقدر نرجع لجواهر حبها للحياة من جديد؟ ما بدي أي أمن مثل لو ما في. طيب يعني جيبي لي حل. نجحت المهمة بعد ثلاث ساعات من الاتصالات والمفاوضات،
وقدرنا قنعنا بيا انه يرجع يسمح لخطيبة ركان بدخول بيته من جديد. نحن هلا موجودين عند جواهر وحكيت انا اهلها وقبلانين انك تجي لعندهم، فيك تجي ناطرينك عند جواهر بالبيت، عايزينك شوي بتطلع. كيفك؟ كيفك عمي؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. عمي ما تأخذني صور اللي صور، ولكن تعرف انه الحال والوضع، بتعرف حالتي كيف، بس بدي اعمل شيء بالمحبه ما فيني اقدر، لا انا ولا انت. يعني بتعرف اذا بدي اقعد بيكو خلص ما في مهرب، تعلقنا ببعضنا، ولكن ما فيني اتركها كمان بنص الطريق، ولا هي فيها تتركني. ليك كيف بدك تعيشها؟ يا اخي الله كريم. دخيله الله. الله كريم. دخيله الله. الحمد لله. انا ترتب حالك، انا ماني 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 ضدك انا. الحمد لله. ولكن اوضاعك صعبة واوضاعي صعبة، شو بدك؟ يا عمي الله كريم، الحمد لله انا قسيني بصحتي وماني طالب شيء. بس ما فيك، يعني ما فيك انت تستأجر او تعمل بيت، تبني بيت وما عندك، ما عندك انا. طيب شو بنعمل يعني؟ شو العمل؟ هو السؤال التحدي يلي ركان وحده مسؤول عن إيجاد إجابة عنه. ركان مثله مثل آلاف الشباب اللبناني عاطل عن العمل، بس بتبقى بادرة الأمل إنه قدرنا جمعنا قلبين من جديد. ما طولنا. هيدي كانت خطوة أولى صغيرة من رحلة طويلة وصعبة بعدها بانتظار هالثنائي، فبالنسبة لإلن تحدي الأكبر اليوم بيتمثل بإيجاد وظيفة بتخولن شراء بيت وتأسيس عائلة. وبيبقى الأمل إنه تنسى جواهر فكرة الانتحار إلى الأبد وترجع تحب حالها من جديد. بعد بتحب حالك اليوم؟ إيه، بسبب إنه خطيبي بعده ما. في ناس بتزوج يمكن لأجل بيوت، لأجل مال، لأجل سفر، بس أنا لا، ما عنده شيء، ورغم هيك حبيته لأنه هو محبته لألي بريئة. جوار، أول شيء بدي إياك توعديني إنه ما بقى تجرب الانتحار. بدي إياك هلا قدامي وقدام كل اللي عم يحضروك وباسم حبك لركان وحبك لأهلك إنه ما بقى تجربة انتحري. بوعدكم بهذا الشيء. بدي وعد واضح وصريح وبصوت عالي. وعد واضح وصريح. ولا مرة. ولا مرة. بس يضل هو جنبي. بس يضل هو جنبي. ما نفترق. نعتر من هيك. طول جنبك. تعرفيني ما بدي. إذا كان جنبك وإذا ما كان جنبك. ما بقدر كفي الحياة إذا كان جنبك يعني. جواهر أو إذا ما كان جنبك. ما بقدر كفي الحياة بدونه. إذا كان جنبك أو ما كان جنبك ما بجرب الانتحار. قليلة هيك. بوعدك. قليلة. بوعدك إن كان جنبي وإن ما كان جنبي ما رح أجربه. ما بقى فكر فيه. وركان إذا ما كنت جنبه أنا اللي رح أتدخل. عليهم. انتوا هلا شو وضعكم؟ كتبتوا كتابكم؟ عملتوا شي خطوة او بعدهم اهلك رفضوا؟ بعد ما استاذ زافين، انا كنت يمكن بحلمي اني اوصل لمرتبة من علم اعلى بكتير، بس ولكن بسبب الظروف قعد بين اربع حيطان. صار عندي حالة يأس اني انا كنت مخطوبة قبل اربع سنين ونص وتركت، تعرفت عليه حبيته وتعلقت عليه، اني ارجع اخسره يعني. حتى الحكي بين الناس، شو بدك تحكي للناس؟ نعم. شو رح يحكوا الناس هلا؟ شو بدنا الناس؟ الناس مثل
ايدنا. بدنا انت التزمتي يعني. معنا ممنوع تفكير بالانتحار. بدنا نفكر كيف فينا نلاقي فوق بالمنطقة شي جمعية، شي منظمة، شي عمل، شي وظيفة تقدري انت يعني تعملي من خلال دورات تدريبية او اي شي تقدري تحصلي على صنعة او تقدري تحصلي على مصلحة او وظيفة. اي وظيفة تقدري تتوظفي فيها. بهالوقت حبيبك وجارك، انتو من زيت المنطقة، زيت الضيعة؟ لا هو ضيعة وانا ضيعة. طيب ابن الضيعة الثاني عنده مشكلة الشغل، انت شو مصلحتك ركان؟ بوليش سيارات، بوليش سيارات عندي بشتغل. انت شو اخر شي حكيته مع والدها لجواهر؟ انه شو قال لك؟ اذا ما في شغل ما في زواج؟ او هلا اعطيك فرصة يعني؟ هلا اجمالا هو اعطيني فرصة مش حافيني اتخطاها على الوضع اللي انا فيه. اعطاك مهله؟ اعطاني مهله. قد ايه؟ السنه ماشي، انقطعت السنه، ما قدرت عملت شيء. امبارحه كان بوق السنه. ايه صار شوية مشاكل ولكن طيب انت يعني انت طبعا شي. انت مثل يعني مئات والاف الشباب اللبناني اليوم عاطل عن العمل، ليه ما عم تقدر تلاقي شغل بمصلحتك؟ الصراحة عشت بالغربة فترة طويلة ورجعت صاري هلا هون شي سنة ونص. وين كنت؟ بأمريكا. صار اللي صار معي ورجعت لهون حاولت بدي أسس حالي هون. كنت عم تشتغل بأمريكا؟ إي نعم. شو بالمصلحة تبعك؟ بالمصلحة تبعي. وشو السبب إنه جيت؟ كنت أوراق، مشكلة أوراق؟ أوراق غير شرعية أو؟ هو انا صراحه رايح فيزا عاديه بس صار معي مشكله صغيره هونيك واضطريت اني اجي لهون. نعم. وهلا قديش صار لك سنه هون؟ سنه وشوي؟ صار لي تقريبا شي سنه وشوي. نعم. ومش عم ولا مره اشتغلت؟ ولا مره اشتغلت. في كسل من جانبك تعتقد؟ لا بالعكس، كسل بالنسبه لي انا بحياتي ما انه كنت كسول ولا قد ايه عمرك؟ بحب الشغل، بحب الحياه. قد ايه عمرك ركان؟ عمري 31 سنه. 31، وانت وين ساكن هلا؟ بالضنيه. بالضنيه. يعني إذا عم نبحث عن شغل، عم نبحث عن شغل ببوليش السيارات بمنطقة الضنية. هيدي مستحيل تلتقى فوق. ما في هيدا منه فوق. مستحيل. شي محل قريب على الضنية؟ مستحيل فوق. طيب بدك تلاقي الضنية كلها ما فيها بوليش سيارات. يعني بالعربي إنه الضنية كلها شعب فقير منسي. شعب منسي. أستاذ زافين لقال لك إنه السوريين حاليا بلبنان عايشين أفضل منا نحن اللبنانية. مسكن مأمن لهم، أكل مأمن لهم، مدارس مأمن لهم، كل شيء، حتى كل شيء مأمن لهم، ورغم هيك مأمن لهم وظائف. يعني إذا بدك، إذا عندك شركة بيجيك لبناني ما بيقبض مثل السوري. نعم. السوري أنا ما بدي بيقبض 10,000 أخذوا فرص العمل الأكبر لنا، ما عاد في فرص للبنانية. فأنا يعني إذا بلاقي وسط حول بطاقتي للسورية بيكون كثير أفضل. نعم جواهر كمان يعني ما بدي نعمل تمييز عنصري او مش تمييز عنصري بس في مشكله لها علاقه بالبطاله للشباب اللبناني، في مشكله لها علاقه بالريف وبالضنيه وباهالي الضنيه وكيف عايشين، وفي مشكله كمان اللجوء السوري، كله هيدا عم يخلق ضغط. نحن هلا رح نفتح هيدا الملف، رح نضلنا معكم لانه بدنا اياكم تتجوزوا، بدنا اياكم تكونوا مبسوطين، وبدنا اياكم تكونوا سعيدين. ومنفهم بيك بكل شيء عم بيقولوا 100%، بس بدنا نشوف شو فينا نعمل، وهيدي صرخه مفتوحه لكل اهالي المنطقه فوق، شو فيهم يساعدوا، ايدنا بايدهم لمساعده هيدا الثنائي ركان وجواهر. شكرا لكم، رح نضلنا معكم. استراحه ونرجع. بعد الفاصل، هل من طريقة لبلوغ هذا الجسد بطريقة صحية؟ نور الدين الكعكي الثاني عالميا والبطولة الكبرى في الصيف. للتواصل مع زافان، zavanonline.com. بلا طول سيري، رقم الساخن 71-106-111. لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com.
العنوان الأخير لليلة نور الدين الكعكي ضمن فقرة مميزون 2014. إنجاز مميز لمحبي رياضة كمال الأجسام بلبنان، حققه الرياضي نور الدين الكعكي اللي فاز بالمرتبة الثانية بمسابقة عالمية بتجمع بين كمال الأجسام واللياقة البدنية. رحبوا معي بالبطل نور الدين الكعكي. نور مساء الخير، كيفك؟ مستحي يوقف حدك، يعني ما بعرف كيف بده يوقف بالخدمة. عم جرب ابلع كرشي صار لي كل الحلقة. تفضل، ألف ألف مبروك. ميرسي. هاو نياشينك، تفضل. نور الدين حصل من المنظمة العالمية للياقة البدنية على بطاقة الاحتراف عن فئة جمال العضلات للهواة، وهالبطاقة بتخوله الاشتراك ببطولة العالم للمحترفين بشهر آب المقبل، وهيدي المرة الأولى اللي بيوصل فيها أي لبناني على هالمرتبة من المسابقة العالمية. ألف مبروك، نحن كتير مبسوطين فيك. الله يبارك فيك. زمان شو كيف كان هالإنجاز وشو أهميته بالنسبة لإلك؟ هيدا الإنجاز كان أكتر مما كنت بتخيل. مهم كتير بالنسبة إلي كوني لبناني بيوصل لهيدا المسرح. مشاركة بهيدا المسرح بحد ذاتها هي إنجاز. حصول على بطاقة الاحتراف يلي هي لأول لبناني. هي مصل موديلينج أند فتنس اسم الفئة اللي اشتركت عنها؟ لا، في عندك ثلاثة كاتيجوريز بتختلف حسب الحجم. في عندك الفتنس. نحن عم نشوف الصور انت وعم تحكي. في عندك الفتنس موديلينج. الفتنس يعني اللياقة وبنفس الوقت العرض. اللياقة وبنفس الوقت العرض. نعم. وبتعتمد اكثر على الرشاقة وعلى القدرة التسويقية للازياء لهيك شيء. نعم. الماسل موديلينج هي الكاتيجوري تاعيتي. اللي هي شو؟ بتعتبر مثل الفتنس بس حجم اكبر، وتعتبر تعتبر انه نوعية العضلة والتناسق العضلي مع الحضور المسرحي والقدرة التسويقية كلهم مهمين. نعم. بس بتختلف النسبة بهيدا. انت نوعية عضلك هو اللي ميزك؟ صح. شو نوعية عضلك؟ يعني انا لا يعني عربي عربي. العضل لازم يكون متناسق. يعني انا ما كان، يعني اذا بتطلع بالصور في تناسق بين فوق وتحت، في تناسق بين قدام وورا. فينا نشوف، فينا فيش الحق. هيدي القصة بتفضل اتركها للستيج، لانه اذا بدنا نحكي مستوى احترافي خلينا محترفين على الاخر. هون كنت 4%. ما بدنا نكون محترفين على الاخر. انا بدي هون بالصور كنت 4% بودي فات. يعني 4% بس. 4% بس. هلا قديه؟ هلا بضل تحت العشرة دائما، هلا حاليا تقريبا بال 8.5 9. بفضل دائما بين بال 4%. مستحي يعني هلا من جسمك؟ ما مستحي من جسمي ابدا. مستحي. بالعكس. فرجينا ايه؟ لأنه شكلك مستحي. فرجينا يلا. لانه نور الدين اذا انت بدك تستحي. ايه؟ اذا انت بدك تستقرب قرب لهون شيلك. اذا انت بدك تستحي انا شو بدي اقول؟ 10% يعني انا بتعرف قد ايه عندي؟ قد ايه؟ فاكت ما بعرف. بتتمرن زمان؟ يلا قرب قرب لهون جد. رح شوف له هيدا حال. شيلها لهالقميص. خلص شيلك. شيلها يا اخي شيلها. اوكي خلص. لهون لهون وبس. لهون وبس. اوكي هي رح احطها هيك. انت بشو هلا مثلا ما بتحب جسمك؟ اي منطقة؟ صراحة ما في شيء ما بحبه بجسمي، بس في شيء عم حبه أكثر من شيء. اشلح لي اشلح لي. لا 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 يا أخي اشلح. لا يا أخي اشلح. يا أخي اشلح. على الستيج هيديكي بس. على الستيج. وفي تانينج وما تانينج، هلا أنت مش عامل تانينج. مش صح. اوكي هاي مش عامل تاني. هسه هيدي هي مش برايحتك. ما هيك هي لازم تكون كامله القصه. بس انت يعني نوعيه عضلك هو اللي لفت نظر الجمهور. مزبوط. واللجان التحكيم. مزبوط. اللي هي شو النوعيه؟ حضور المسرحي. حضور المسرح. يعني في بوزينج،
بالبادي بيلدينج في بوزينج، بدك تعرف العضلة اللي بدك تأرجيها، بدك تعرف تأرجيها، ما في أوقف أنا هيك للجمهور، بدي أعرف أعمل لهم بوزينج. هلا هي ثقيلة، بتعرف أنا حسيت حالي ثقيل لأنه مثل حدا بس يغني رح ساعد، مثل إنه تغني لنا هيك طلعت. بس لو عامل ثاني بس كرمالك، لو عامل ثاني بس هي كانت كل الفكرة إنه ما لازم أنت تكون مستحي من جسمك، لأنه لا أبداً هال 10% ما لازم تعمل لك. أبداً أبداً ما مستحي. في رسالة كتير مهمة بحب من خلالك، ولما قررنا على هذه الحلقة أنت كمان كنت كتير مصر عليها وعبالك تحكي فيها. نعم. اللي هي الهوس، البعض شباب اللي بعمرك واللي أصغر بال، خليني أجي أضبط لك الميكرو، الهوس بالعضلات وبالحبوب اللي ممكن ياخدوها وبكل هيدا اللغط على اللي بيصير واللي قد يوصل احيانا الى درجة الموت عند البعض او المشاكل الكبرى. عم نحكي عن حبوب يعني هرمونات، هرمونات وهالقصص. بقى شو الشيء الصحي وشو الشيء المش صحي وشو الطريقة الصحية ليقدر حدا يوصل على جسم مثلك من دون ما يكون عم بيعرض حاله للخطر؟ اوكي، في كتير عالم تسألني، انا ترينر لانه بفتنس زون، في كتير عالم تيجي بتسألني انه شو بدنا نبلش ناخد، هذا بكون بعد ما بلشوا تمرين شو بدنا ناخد. طيب اللي بدك تاخده اللي هالقد عم بتفكر فيه حيشكل تقريبا، اذا انت عم تحكي فتنس، حيشكل تقريبا 5% من مجموع شغلك، من النتيجه الاخرانيه. تمرينك، اكلك، ريحتك هي ال 95%. انا شخصيا في سامع بالفات بيرنرز، في قوات بالفات بيرنرز، في الفات بيرنر القوي، في الفات بيرنرز الخفيف. انا شخصيا عم بحكي حبوب، حبوب نعم، او بودره مش هرمون، فات بيرنرز بيعتبروا عادي. انا بس بستخدم فات بيرنر لطلعت على هالبطوله، بايام العاد بالاوف سيزون ما بستخدم فات بيرنر. مثلا البروتين هو اساسي، ايه اساسي، لانه نحن اللي هلا في، خلينا هون نوضحهم، في مكملات غذائيه، صح، الشيء اللي له علاقه بالغذاء، في الفات بيرنر اللي لازم واحد ياخده مع باشراف اخصائي واشراف حدا بيعرف وبيفهم، وفي الهرمونات اللي ممكن الهرمونات اللي هي جسمك بيعملها، بس بتصير تاخد يعني هو الهرمون بيشغل الجسم كله، ممكن تعرضك للمخاطر طبعا، لانه بيخلي اعضائك الداخليه تشتغل بشكل اسرع. انت ولا مره جربت شي هرمونات؟ انا ما بعتمد على الحجم الكتير، ما بعتمد على الحجم الكبير، ما بعتمد على نوعيه العضله. يعني صار لي 7 سنين بتمرن يوم كل يوم، انا هيدي شغله بحبها. واحد تاني بيعمل عنده هوايه تانيه بحبها. انت درست البزنس، اشتغلت سنتين بمصرف وتركت، صح. يعني قلت ما هيدا العالم مش لإلي. اخذت شهاده بالبزنس من الايو، اشتغلت ب شباب روق، ايه اشتغلت بالبنك لفتره سنتين، بعد ما طبقت اول سنه قلت مش هيدا المستقبل اللي بدي اياه الي. لقيت شيء اسمه ماسترز، اسمه سبورتس مانجمنت، يعني انا عامل اداره اعمال بزنس، لقيت شيء بقدر اجمع البزنس بالباشن تاعي يلي هو الرياضه. يعني الرياضه مش بس بالبادي بيلدينج، بكل شيء. نعم بكل شيء. لقيت هيدا الشيء، قلت لقيت انه بالعالم كله هيدا الشيء مرغوب وهيدا الشيء فيه مستقبل، يعني خاصه هلا صارت الموضه رايحه صوب الفتنس وهيدا الشيء بختص فيه انا. وغير عن هيك لقيت حالي بمستوى بطوله، شجعوني كثير عالم وطلعت على البطوله. نعم. فهلا اذا بدك وهلا عم تحضر حالك لأب، بلش التحضير. طب انت بال، يعني انا وعم شوفك بالصور اقصر واحد بيناتهم، شايف هيدا اللي حدي هيدي، شايف ايه؟ شايفه هيك انت بس ايه؟ هو مارد يعني اسم الله كثير طويل. الصوره اللي قبل هاي، ايه بس انت لا عن جد بالحجم بين اكبر بالطول، مع انه بالطول مبين اصغر، ايه؟ بس بين اكبر. ليه؟ لانه في نوعيه عضله، في تناسق عضله. طب هو في بنحكى يعني في يعني عضله حلوه وعضله بشعه، او عضله انت بتعملها حلوه بالتمرين وعضله في عندك ممكن يكون يعني العضله عضله نقط قوه ونقط ضعف. كمان هذا البوزنج بيتدخل كيف تبين نقط قوتك ونقط ضعفك. انت شو مثلا نقط انا البوزنج تاعي درسته حتى ما يبين نقط ضعفي. في اللوجن يعني. طب هون مثلا شو بهيدي؟ انا ربحت على فكره بهيدول العضلات الاوبليكس بسمون الريش، انا هيدول اللي خلوني اتفوق.
لانه ما في غيري حدا هيك واصل لهيدي الاربع. وهو انت بتشتغل عليهم يعني هو بتحط راسك فيهم؟ هدول كثير كثير على الدايت. وبدي اشكر ساره الزعيم رفيقتها لخطيبتي اختها لخطيبتي هي اللي هي كانت تحت اشراف الدايت تاعيتي كل الوقت. تحيه لها ويعطيها الف عافيه. وكمان بدي اشكر رومانك اللي هن هلا السبونسرز الي كجيم وير ابارل كمان يعطيهم الف عافيه. هي شركه لبنانيه. وان شاء الله باذن الله البطوله الجاي بقاب ان شاء الله كل التوفيق لك ويعطيك الف عافيه. وان شاء الله يعني من نجاح لنجاح وما يعني ما بدي هلا يعني اكون مثل يعني اهلك عم بحكي, بس انه كمان لازم بنفس الوقت تحافظ على شغلك وعلى عقلك بالاعمال وبالمصارف وتضلك عامل هيدا التوازن بين هوايتك وجسمك اللي بتحبه اليوم وعم تشتغل عليه وبين العلم والشهادة اللي درستها وحصلت فيها تعليمك الجامعي. وخلطهم بطريقة يعني من هلا بعتقد, بس كله هيدا ما بينفع كله من بعد البطولة. كله من بعد البطولة. بدي اتمنى لك بالتوفيق ويعطيك الف عافية. بدنا شباب هيك بدنا نفوت لجوا قريب. نحن بدنا نختم اليوم في عنا برنامج اعلاني يعني عنا انجأ خمسة شو انتو او جر 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 عنا احداث شو عندكم شو عم بيصير؟ هلا خبرية جينا شو يا جينا؟ والله البلبل اللي انخلقت بغرفة العمليات انه كانت نجمة عن فرحة اتصل فينا وزير العمل سجعان قزي وكتير هو مهتم بقضية جواهر وركان وحيساعدهم بإيجاد فرصة عمل. فأنا بكرة صباحاً حتلفن على الوزارة. وينه فلو؟ كنت أنا بعدني عم بودعهم وفلو. بكرة صباحاً حتلفن على الوزارة وحتابع هو حيلاقي فرصة عمل لجواهر ولركان اثنيناتهم. نحن نشكره. تحية للوزير يعطيه ألف عافية. كان بده بلبل ولا لا كان بده بعتذر منكم كان. في توجه لكل الزعماء السياسيين ما بعرف اذا بدك تسميهم على تويتر هلا وفي ضجه كثير كرمال قصه ركان او كمان ركانين بالحلقه واولاده الثلاثه لمساعدتهم عم يتوجهوا للزعماء كلهم تيتحركوا ويساعدوهم وفي كثير مساعدات اجتنا انا ما راح احكيها راح نتابعها لحلقه الجاي خلينا نتابعها. يعطيكم الف عافيه. بلشنا بالزجل بس انتهينا بمحل ثاني اللي هو يا زمان اللي هو يعني محل انه نقدر نساعد مثل ما بنساعد الزجل ليبقى والشعر الزجل ليضلوا يعني مؤمنين بالزجل ومستمرين والزجل. على شو حتنلي هالخسه هون اليوم؟ تكمل المشهديه تكمل المشهديه علي ما وقف فرق بتصلى انا واديم منيح منيح الخضره منيح. طيب نور الدين كيف شفتوه؟ تمام نور الدين بطل يعني ختامها بجمالية الجسد وبفرص واعدة هيك مهنية معه. أنا ما بدي أحكي بوعود بس بدي إياكم تضلكم عم تتابعوا موضوع ركان وموضوع ركان. هيدي مسؤولية كتير كبيرة حملناها. كان مهضوم الزجل أو سعيد؟ مهضوم إيه هيك بس أنت طلع صوتك هلا ربيع ولا مرة كان ممرن معنا أول مرة ما بعرف أنت كيف شفت كتير منيح صوتك كمان. أنا طلعت أنا علي اللي كان كل الثقة وشايف بحاله وهو أحسن واحد بس بدي أقول شيء كرمال ما تغير الموضوع الدين. لا شيء مهم أصلا الزجل بعفويته وثلاث أرباع بيوته وأنت كمان بس أنا مش كانوا أكثر اثنين هيك نحن بدنا غلبطوا يا مو يا صديقي الزجل بارتجاليته بعدين شعر المنابر بتغلبطوا هيدي مانا غلطة يعني وقت ما تكون بتفكر خواطر بيجيك بيت ورا بيت أوف 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 بس بدي أقول شيء كرمال نور الدين عن جد يعني لو الشباب هول الجيل يعني هلا واللي اكبر كمان شوي انه بيتعظوا منه انه موضوع يلعبوا بجسمه هرمونات هذا الشيء قاتل لانه كثير موجود قاتل. وهي رساله من نور الدين ومن كل الناس اللي مثل نور الدين انه ما تلعبوا بالهرمونات. في ناس ما بتزبط معهم في ناس. وين محمد؟ جيبوا لي محمد بدي اعرف اذا محمد بيعمل هرمونات او لا. محمد فعلا بعتقد على كل الاحوال نحن وقتنا انتهى. نور الدين بتمنى لك التوفيق. وين البطوله؟ بلاس فيغاس. بلاس فيغاس. خليك عم يعني خبرنا اخبارك الحلوه ان شاء الله ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ملتقانا الاسبوع المقبل الى اللقاء.